السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة مشاهدينا الكرام، وفي أول خبر لدينا، حيث اعتدت قوات مكافحة الشغب على المحاضرين المعتصمين قرب بوابات المنطقة الخضراء احتجاجا على مماطلة الحكومة في صرف مستحقاتهم المالية دون مراعاة لوجود نساء بين المعتصمين، في مشهد يعيد إلى الأذهان اعتداء حكومة عادل عبد المهدي السابقة على حاملة الشهادات العليا قبيل انطلاق ثورة تشرين. فنشاهد. في مقطع ثان من زاوية أخرى حول نفس الموضوع، يبين حجم القوة المفرطة على المحاضرين المجانيين بعد هجوم قوات مكافحة الشغب عليهم، لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بصرف مستحقاتهم. فلنشاهد. شو الكلاب السوو؟ هذا حال التربوي، هذا حال التربوي. قاعده يا اما قاعده مثل من عتبه الماي. اقعد باكشر. هذا حال التربوي. شوف الكلاب، كلاب اولاد الكلاب. اقعد بس خلي القطع الدم. اقعد شوف التربوي جاي يصير بي، شوف التربوي جاي يصير بي. هذا حال التربوي بالعراق، كلاب الدولة. هذا حال التربوي. وثقها العصابات. انت بطل من ابطال قريش، بطل من ابطال قريش انت. بطل حسين وعلي. عصابات كلاب الدولة. طبعا في البداية نتمنى له السلامة ولجميع الشباب في العراق، وثانيا نعتذر عن هذه الصور التي فيها دماء، لكنها يجب أن تنقل ليعلم الجميع ما الذي يحصل في العراق. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع أو هذه المقاطع التي عرضناها قبل قليل على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، دعونا نشاهد جزءا منها. في تعليق لفاطمة تقول: مع كل الأسف هاي حكومتنا هيجي جازي المحاضر، حسبي الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر أحمد عبد الحسين يقول: واحد شيترجا من شلة ميليشيات مرتزقة. في تعليق آخر أم أموري تقول: وين الكاظم يمسوي نفسه إنسان عادل وعنده ضمير؟ والله كلهم فاسدين وقتلة، الله ينتقم من الكاظمي والأحزاب دمرونا. وفي آخر التعليقات حول هذا الموضوع عماد يقول: أنا متأكد أني هواية القوات أغلبهم ما يعرفون القراءة والكتابة، وخيرهم ما يعرف المعهد والبكالوريوس. هذه كانت جزء من التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع التي عرضناها قبل قليل.
في خبر آخر، مقطع مصور لعراقي مسن وهو يأكل من النفايات في بلد يعيش على بحر من النفط. هذا هو الحال بعد 17 عاما من السرقة والفساد كما يقول العراقيون، فلنشاهد. سنترك التعليقات للمعلقين حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام، فلنشاهد. قيس المندلاوي يقول: الله ينتقم من كل من سرق ونهب البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في تعليق آخر، عطر الزهراء تقول: دخيلك يا رب، والسياسيين يتمتعون بفلوس العراق وأولادهم يصرفوها على الراقصات، والعراقي ميت من الجوع، لعنة الله عليكم إلى يوم الدين، سرقوا كل شيء حتى أحلامنا. وفي تعليق آخر، عادل يقول: وغيره يصعد طيارات خاصة ورتل جكسارات وحمايات ومناصب، 17 سنة كل خير ما شفنا منهم، وعدهم مطايا تدافع عنهم. وفي تعليق آخر، ماستر محمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلد به خيرات لا تعد ولا تحصى، وشعبه ميت جوع، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم فاسد. إذن كانت هذه أيضا جزء من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. للأسف الشديد، بعد 17 عاما من الاحتلال ومن الوعود الوهمية التي أعطيت من قبل هؤلاء السياسيين للعراقيين، هذا هو الحال الذي وصل إليه العراقيون في زمن حكومات الأحزاب الدينية التي تدعي الدين والتدين وتترك الشعب يبحث في النفايات عن طعامه. مواطن من أهالي محافظة النجف يكشف بالوثائق حجم الكارثة والتخبط، ويبين فشلا في قطاع الصحة، في قطاع وزارة الصحة بتحديد الأسباب الحقيقية. لنشاهد هذه القصة على لسانه لشخص توفي في بغداد بعد الادعاء بأن سبب الوفاة كان فيروس كورونا، ومن ثم تم تعديل شهادة الوفاة وإصدار واحدة أخرى بالسبب الحقيقي، فلنشاهد. طبعا هاي نسخة لأبناء بلدي الشعب العراقي، هاي اللي أمامكم شهادة وفاة، وهذه شهادة وفاة. هذه الرجل من بغداد من أصدقائنا ومعارفنا، هذه بيوم اللي دخلوه أخذوا من عنده مسحة، ما طلعت نتيجة المسحة، من توفى كتبوا عليه متوفي نتيجة الكورونا. هذه قدامكم، واضحة أبو علي؟ واضح. بعد ما توفى ودفنوه طلعت نتيجة المسحة سبب الوفاة قصور الشرايين التاجية وداء السكري وضغط الدم المزمن، وجلطة دم، يعني ما معناه جلطة. قبل ما تطلع نتيجة المسحة كتبوا كورونا، وانطوهم الجثة حطوا بيده قرص وانطوه اياه ودفنوه بالمقبرة اللي بالنجف اللي خاصة بالكورونا. هاي اللي خاصة بالكورونا. بعد ما طلعت المسحة طلعوا شهادة وفاة ثانية وكتبوا عليها تتلف الأولى. الرسالة اللي هنا، ايش كم إنسان مظلوم مات جلطة، ارتفاع ضغط، ارتفاع سكر، مات من الخوف، مات من الخوف. ايش كم انسان مات مظلوم وقالوا لي بكورونا واندفن راح هناك بالقريدر. ايش كم عائلة دمرتوا سوء الادارة والتخبط والضياع والدمار. وين تردون توصلوننا؟ وين البرلمان؟ وين الحكومة عن وزارة الصحة؟ هذا اللي امامكم، ايش كم انسان ضيعتوا. هذا إجراءات هذا الكتاب وزارة الصحة، هذا من مديرية الصحة، من مديرية العامة، من دار الصحة بغداد، مستشفى الشهيد الصدر العام، مكتب المدير. هذا يثبت بأن نتيجة الفحص أو المسحة سالبة، والمتوفي متوفي بسبب الجلطة.
وهاي تم إلغاء شهادة الوفاة المرقمة هالقيد المتوفي سجل واعتماد الشهادة المدرجة في الفقرة، يعني إجراءات إدارية. فلنشاهد التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام. ميسان تقول أو ميسين تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، من أول بداية كورونا ما بدت تنتشر وإحنا نسمع هاي الشغلة، شنو المصلحة من هذا التصرف لأجل المكاسب المادية المخصصة لعلاج كورونا؟ يعني هم فساد إداري؟ الله أكبر عليكم يا وزارة الصحة. في تعليق آخر، عمار يقول: أقسم بالله جاري رجل كبير في السن 75 سنة أصيب بجلطة وتوفي أثناء نقله للمستشفى، ودخل ردهة الطوارئ وأخبرهم الطبيب بوفاته، وعند إكمال الإجراءات وإذ بشهادة الوفاة كورونا، وبعد تدخل أهله وبعض الأطباء الشرفاء تم نقله للطب العدلي وتغيرت الوفاة إلى طبيعية، وهذا ما حدث في مستشفى كركوك العام. في تعليق آخر، ليث يقول: الجهة اللي متكفلة بدفن ضحايا كورونا أيضا لها مآرب أخرى. وفي آخر التعليقات لدينا حول هذا الموضوع، صفاء يقول: عمي كورونا صارت شغلة سياسية حتى يسقطون المظاهرات ويمررون أفعالهم الشين. إذن هذه أيضا جزء من التعليقات التي وردت. نتابع في موضوع آخر، مدينة الديوانية أو محافظة الديوانية، مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية هي أحد أبواب الفساد أيضا في العراق بصورة عامة. العراق بحاجة ماسة طبعا لاستبدال بعض محولات الأحياء. تم تقديم طلب في مدينة الديوانية من قبل الأهالي لتزويدهم بمحولات الطاقة الكهربائية في الحي، وكان الجواب ماكو، واليوم تم كشف زيفهم وكذبهم كما يقول صاحب المقطع، فلنشاهد. هاي المحولات كلها لوك جدد، ومهندس مصطفى مدير كهرباء الديوانية ما يصرف للناس الفقراء والمواطنين العاديين إلا حسب التليفون للسياسيين اللي يستغلوها الغرض انتخابات والأغراض شخصية، والمواطنين الناس البسطاء الفقراء إلهم الله سبحانه وتعالى. تحاكي المهندس مصطفى يقول لك ها ماكو، والله ماكو محولات، ما عندنا صرف. من يجي تليفون من بعض أعضاء مجالس المحافظات يصرف على التليفون الناس الفقراء المواطنين إلهم الله. هاي باعوا له كلها لوك جدد، بالله تعرف المخازن. نقرأ التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. في أول تعليق لدينا، ثائر يقول: والله صحيح، أنا واحد من الناس جزعت ومليت من المراجعة وبدون فائدة. في تعليق آخر، جلال يقول: هو اش خرب العراق غير الفاشلين ومجالس المحافظات الحلقة الزائدة بالدولة. وفي تعليق آخر كذلك، عماد لطيف يقول: والله عندنا محولة كل فترة طق ويصير بيت وبيت كهرباء، يعني بين بيت وبيت، يعني حتى أبو المولد ما يشغل لأن بيت وبيت. الله ينتقم منكم بحق محمد وآل محمد. وفي تعليق آخر كذلك، ممتاز يقول: لهذا أنا مع إلغاء وزارة الكهرباء وتخصيص الكهرباء عبر تكليف شركة مثل سيمنز بإدارة ملف الوزارة بالكامل، إنتاج وتوزيع، حتى نخلص من هاي النماذج التعبانة. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء في العراق، رغم حديث وزارة الكهرباء عن إنفاقها لأكثر من 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن لا توجد كهرباء في العراق. بعد قليل مع فقرة أنت ترى. وردنا مقطع عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام، مقطع للمتظاهرين في محافظة بابل، وهم يطالبون من أمام قيادة شرطة المحافظة بإقالة قائد شرطة بابل اللواء علي قوة ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام في المحافظة. دعونا نشاهد.
تعاونكم مع الأجهزة الأمنية ودفاعكم عن مؤسسات الدولة. جزاكم الله خير. حتى إن شاء الله سيدنا بفر السيارة بتوجه من أجاهة. نقدم الدعوة ونرجع نجتمع حتى تعرفون الوقت وعالية التصويت إن شاء الله. سن تراجع ناصر. أهلا بكم من جديد في فقرة صندوق الورد. وردتنا رسالة، صاحبة هذه الرسالة في سجن التسفيرات في الشعب في العاصمة بغداد، أرسلت هذه الرسالة إلى أختها. دعونا نشاهد ما مضمون الرسالة. آية أختي شلونك؟ أريد أسولف لك على اللي صار يوم الجمعة المصادف 10/7. إحنا نايمين الساعة 4 عصر، رقعوا الباب وفاتوا وقالوا الحقوا، أكو وحدة ماتت بمرض كورونا، وصار بكاء وعياط وكسروا الأقفال وغرفة المديرة عبالك انقلاب. وإحنا مجموعة ما طلعنا لأن متفقات بقينا بس ندعي ونبكي. وتشاهدنا وذبوا عليها جص وفلفل وبعد ما أدري شنو، بس كتلني الخوف. ثاني يوم جت لجنة طبية مال كورونا، فحصوا نصف القاعة وبعد دا يسوون تحاليل، وللمجموعة اللي وياي طلع ثلاثة بيهن كورونا وإحنا ناكل ونشرب سوا. والله يعلم أختي أنا راح أفحص وإذا طلع بي جهالي أمانة يمج. هذه رسالة لسجينة بسجن التسفيرات في منطقة الشعب في بغداد. وطبعا المعاناة في السجون الحكومية وسجون الميليشيات في ظل تفشي وباء كورونا في العراق خطر للغاية. في رسالة أخرى أيضا جاءت مناشدة عبر صندوق بريد وارد قناة الرافدين، دعونا نقرأ هذه الرسالة. السلام عليكم إخواني، يرحم موتاكم. مركز شرطة المدائن سلمان باك، أكو موقوفين 6 أشخاص بيهم كورونا، أخويا موقوف هناك من ضمن المصابين. رسالة أيضا تحمل نفس المعنى المتعلق بالرسالة الأولى، هو خوف على حياة الكثير من المعتقلين والمعتقلات في السجون الحكومية السرية والعلنية والتابعة للميليشيات كذلك، خوفا على حياتهم من إصابتهم بفيروس كورونا في ظل الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات وغياب كل المقومات للصحة والسلامة داخل هذه السجون. فاصل ونعود. في فقرة الهاشتاج، جدد ناشطون مطالباتهم حكومة الكاظمي بحصر السلاح بيد الدولة بعد الفوضى الأمنية وتزايد عمليات الاغتيال والاختطاف ضد الناشطين والمتظاهرين. الناشطون غردوا على وسم حصر السلاح مطلب الأحرار، مذكرين الحكومة بأن هذا المطلب من أهم مطالب ثورة تشرين التي اندلعت العام الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. دعونا نقرأ لحضراتكم التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع على موقع تويتر. صفاء يقول: السلاح المنفلت هو رأس كل بلية ومصيبة، هو دمار للبلدان وتقوية للميليشيات. كل عمليات الخطف والقتل والتسليب وتهديد مصالح الناس والبلد تتم بهذا السلاح، لذلك حصر السلاح مطلب الأحرار. في تغريدة أخرى سيف الدين يقول: حصر السلاح مطلب الأحرار، كل يوم يصحى العراق على خبر خطف واغتيال، والطامة الكبرى أن الميليشيات بدأت بالعمل بمبدأين: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ويقتل القتيل ويمشي بجنازته. يبقى الكاظمي كذاب حتى يكشف عن قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي ومحاسبة القاتلين صغارا وكبار. في تغريدة أخرى المحامي حسين العالي يقول: صراع الدولة واللا دولة،
إن إثبات قدرة حكومة على النجاح هو قدرتها على حصر السلاح بيد الدولة ومنع مشاهد السلاح المنفلت والاستهتار من قبل البعض. وفي آخر التغريدات لدينا في بهذا الخصوص مسلم الكروي يقول: اليوم ميليشيات إيران تبعث أو يقصد تعيث في أرض العراق الخراب والأمن الغير مستقر والسماح لدخول حبوب الكبسلة عبر الزوارق وتهريب ساعات الإنترنت والقتل والتصفية لمن ينتقدهم على ذلك، أهذا فساد أم لا؟ يطرح هذا السؤال. هذا ليس فساد، هذه جريمة بعينها. إنما تقوم به الميليشيات في العراق مصنف على أنه جرائم، هذه جرائم ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم حرب، جرائم تصفية خارج القانون، هي ليست فساد، هي أقوى من ذلك بكثير. نراكم بعد قليل. في فقرة بعد الهاشتاج لدينا مجموعة من المقاطع نعرضها لحضراتكم. في أول مقطع لدينا: في ظل أزمة كورونا والوباء المنتشر عالميا الآن، هناك نتائج مشجعة للقاح ضد فيروس كورونا طورته جامعة أوكسفورد، فلنشاهد. في مقطع آخر نبقى في إطار كورونا، حيث تم القبض في بنغلاديش على أحد مزوري لقاحات فيروس كورونا الذي استطاع أن يجمع مبلغا ضخما من المال بالاعتماد على أساليب الغش في بيع هذا اللقاح الوهمي. دعونا نتعرف على القصة.
قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.